تشرفنا فيك يا طويل العمر. أبرك من زامك. الله يبارك فيك. الزيارة المباركة. والله الحقيقة قلت أنا حريص إني أشوف يا أهلا وسهلا إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الحمد لله. هلا والله. هلا يا حي. كيف الحال؟ الله بخير. يا هلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يحسن. الله يبارك. كيف الحال؟ والله مكان ما دمنا. يا هلا وسهلا. احنا شباب سعوديين. ما شاء الله عليك. نقدم المشروبات الحارة والباردة. ما شاء الله. برضو الحلويات. ايه؟ عندنا أسر منتجة متقدمة حد قدم لنا الحلويات. احنا شباب سعوديين قاعدين نعرض القهوة هنا. القهوة مختصة عندنا طال عمرك. ايه؟ إضافة للبن الموجود مستورد من المحامي السعودية. شباب سعوديين محمد. ما شاء الله. كذلك عندنا أدوات ترشيح نستخدمها للبيع. يا هلا وسهلا. والله الحقيقة هذا شيء واحد متخدم. أبرك السعادة. مساكم الله بالخير. أنا الحقيقة في قهوة من كافي في منطقة الحدود الشمالية، ولجميع إن شاء الله أبناء الوطن، وإننا نفتخر فيهم في جميع الأماكن اللي يقدمونها بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والحقيقة أنهم مفخرة لنا جميعا. وفقكم الله جميعا إن شاء الله. موفقين خير إن شاء الله. ترى الطاقم كله سعودي. ما شاء الله عليهم. الله يوفقهم إن شاء الله ويخليهم إن شاء الله ويطرح فيهم البركة إن شاء الله بإذن الله. موفقين خير. الله يوفقهم. الله يرحمه. 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 الله